هلا هلا بسومة، هلا بالغلا، هلا بطوايف هلو. والله امس ما اتصلت، يا الله اللي با يشوفني مو با تشوفه مني. اول شيء اذا شفتيني بتقول انت مع ماني. تركي، الشكل تركي، على شعر اشقر، على عيون زرق، بين وبين اشترحنا وراثة. لكن ما بنغر، الانسان ما بقى ماله بطيبة قلبه. بسومة عندي طلب، شو رايك ادلعك؟ ما اسميك بسومة، بسميك بسبوسة. اسميها فيك كنافة، اسميها بسبوستين. تكلم بنات ابو اكلم العامل من المزرعة فاقول له عطى الاغنام سبوس. صدقتك. ايوه صح، ما اعطيك 20 ريال بعد شهر راح العيد. لا لا اعطيك مليون ريال، ما اعطيك 20 ريال. امي بسبوسة. ايه حمرو، خلنا متفاهمين لو سمحت. انا امزح عندك لما اقول لك ما اعطيك؟ انا ما اعطي ولدي جاي يطلبني مبلغ وانا ما اعطيه؟ شب اعطيك 20، شل البطاقه، صبر على البسبوسه، شل البطاقه والرقم برسله حالك في الواتساب واستمتع وتدلل. ها اسوي انك ما سهل، ما سهل راح على البسبوسه. يلا والله ما طلعت شمس ولا حلال، شمس. احسنت جزاك الله خير. انا عارف انه انا ما احب حد يطري انسان وهو موجود. ما تراك اقول لك زي انسان ما حد عرف عنه غير البخل، طاسه هين كبرها والله عنك الذبيحه. اخر شيء دنجو، خلنا من ذا الموضوع، مع ان ابن كل واحد جاب انه من صوب اخر شيء على دنجو. خلاص ترى مبونك انت تطراه، هو بتطراني انا، انت حالك هذا النميمه حالك. سمعتهم يطروا داخل سالفة عسل ما عسل. توصلك الغرشة الواحدة ب 120، هذا بيسمى ابو طويق. ايوه بتوصل اكثر عن كذاك، 140 و 150. لعسل؟ لعسل. كي تراها ما تجاب مهن ونكمل مناحل ومال تربية، يجيبوها من شواغ جبال. تعال باخذك. مالك تنافخ؟ عجبتني هذه فكرة العسل. حسيت فكرة الدنجو والعزيز. مو باغلته الدنجو عبد الله، الله يهديك كله بس حياتك في كرشك. فكرة العسل هذا ابو طويق، تخيل ان احنا ندخل في ذا العالم ونبيع الغرشة ما ب 120، 100 ريال بس. انزين من بو هو يطلع الجبل، انا ولا انت؟ ومين طلعنا الجبل؟ من هين تجيبه ترى هذا ابو طويق؟ انا بجيبه من المحلات. ما يباع ذا التربية ابو يباع في المحلات. هذا ابو تو يباع بنص ريال الغراش الصغار من المحلات، ناخذ كمية ونسويه في غراش من العسل. وناخذ غرشة واحدة من ابو طويق، فنجان 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 فنجان، يجي هم يشموا يروحوا ابو طويق واضرب لك 100 ريال. غش هذا غش. انا ما عم جبت الدرب، ما عم جبت الدرب. هتجلس عبد الله ما عندك بيسه، ما عم جبت الدرب. يا ما في حاجه، ترى العسل واحد وكله نفس الالوان. ايني كروه الحلال، هذا خارجي وهذا محلي، تو مالك. والله نفس اللون ونفس ملكات النحل، الفرق اللي معنا لابسه جاكيت غير، قميص غير، واللي برا قميص غير. مو نبى فرقك عبد الله، الله يهديك. بو ما يعرف. هتمشي عندي انا وتشوف الفلوس يدرها عليك در؟ جازف. ولا حد ولا دعى ضميرك يأثر عليك، ترى إذا أثر عليك ضميرك ما ياخذ صدق. مو نفس اللون ونفس الشكل، بكت الريحة، بكت الريحة، وحلينا مسألة الريحة. وأبوي ودخل علينا الفلوس. أبو طويق. وهم بيعه بمية، نسوي عليه عروض حتى 80، ترى ما خسرانين، شارين إلا من المحل. 100 going so hard and 100 عربي خلي ذي هزي مثل فس الزايد، أبو عندك إنجليزي هندي خوزه ثقافات. المبلغ الإجمالي 4500 ريال. 5000 المبلغ الإجمالي. إيه؟ 500 فين راحن؟ بفهمك، تراني ما حرامي أنا عبد الله. أنا ما كنت حرامي. أيوة 500 ريال اللي أنت تسأل عنهن، الغراش اللي تكسرن، الأماكن بنروح فيهن جليدر، ثاني حاجة نطلع في الحرارة ويتبخر العسل نفس البترول، عملية عسلية فيزلوجينية. يا جماعة الخير تكسرن وحدة هنتين ثلاث، ذيلا 500 ريال. أنا ما أعرف كيف طاوعتك ودخلت معك ذا المشروع. أنا من يوم داخل معك ذا المشروع على فكرة تراني النوم ما أنامه،
كل يوم تكرر نفس الحلم. ملكة العسل كما تشوف عمره كل يوم صافع بيمين يسار يمين يسار متردد كأنك تتابع واجد تمام المسلسل الكرتوني نحول. حرك حرك أبوي حرك حرك حرك. مو عندك حتى يريوس بسيارة؟ ها جيب 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 عندي جيب بطاقة البطاقة. أشوفك سويت درب بطاقة البنك أنت. ما عندي حلك فلوس روح خلينا نخلص شغلنا. أيوة يعني ما تعطانا أنا. أنا ما أعطيك. جابنا هاي أبوي. هيك جابنا هاي مو مسير بحال مليونة. عبدك عندها تعطاه هذيك بسبوسة 500 ريال. من دا شافني التحويلات. من ذي بسبوسة. واحدة ذي واحدة متعرف عليها. هذه متعاون معها في ترويج. هي واحدة عسولة مو اسمه مروجة للعسل. متعاون عندها روح عمره من هنا روح. الله يعلى بغن اسمها ابتسام اللي بنسميها هي. بسوم اسمها. هذه من العسل استاذة خريج التخصص عسل نفتاوي. نزيل احنا ويخصنا 500 ريال هذا لمعنات هن بعاطنن اياه ومن ذي شفتها بعينك تعرفها. بينه وبينك يا راس لصورة وما شاء الله تبارك الله يعني بنت جميلة جدا يعني سرقت القلوب سرقت القلوب. غش اخلاقي وغش تجاري وبعدك تزيد عمرك دافع لها مبلغ. راسل شيء من صورك؟ في صور يعني العادية راسل. شفتها اسألك سؤال؟ ما شفتها ما اعرفها عبد الله لا تطول تو خمسة ايام ما ترد علي. اذا ما طلعت انت ان هذا مسألة ابتزاز كما الجماعة ولا خلاف الكلام كيف تطرش مبلغ كما ذا؟ كيف تطرش صورك؟ مستحيل تسويها بسبوسة. 500 ريال غيبت احنا شاكين عليه العسل هذا ندوره من جبلها جبل. مو جبل من جبلها تضحك علي انا العسل مغشوش. خلاص لا تنكد بي راحت بسبوسة. بسبوسة سمين.